أسئلة لها وحدة المضمون، ويتعلق الأمر بمضامين المادة 145 مكررة من القانون المالي لسنة 2014. لذا أقترح على السادة والسيدات النواب المحترمين طرحها دفعة واحدة لتنال جواب موحدا من لدن السيد الوزير. السؤال الأول آني للسيدات والسادة النواب المحترمين من فريق العدالة والتنمية، فليتفضل أحد وضع السؤال ببسط السؤال. بسم الله الرحمن الرحيم. السيد الرئيس، السيد الوزير، يعرف النقاش العمومي اليوم وتيرة تصاعدية فيما يتعلق بمضامين المادة 145 مكرر التي جاءت في قانون المالي 2014 والمتعلقة بالسجل المستهدف فيه هما التجار الذين يصرحون بما يسمى بالفورفي، أي التصريح الجزافي. اليوم المطلوب أمام هذا النقاش العمومي وأمام التداعيات التي واكبت هذا الحراك المهني، مطلوب من الحكومة اليوم أن تفسر مضامين هذه المادة من جهة مع مراعاة العدالة الضريبية، باعتبار أن الحلقة الضعيفة في هذه العملية الضريبية هو التاجر البسيط، اعتبارا على أساس أنه هو المحفز والضامن الاقتصاد الوطني الاجتماعي التضامني. اليوم مطلوب موقف جريء للتعاطي مع هذه المادة باعتبار أنها تلامس فئة مهمة. وشكرا. السؤال الثاني آني للسيدات والسادة المحترمين فريق التجمع الوطني الأحرار، ليتفضل أحد طرح السؤال ببسط. تفضل سيد نايف. في نطرح السؤال في نفس التوجه. تفضل. نعم. السؤال الثالث للسيدات والسادة النواب المحترمين الفريق الحركي، يتفضل أحد السؤال طرح السؤال البسطي. طيب، الكلمة للسيد الوزير، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. يمكنكم السيد الوزير التقدم للمنصة إذا رغبتم في ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا السيد الرئيس. في البداية أشكر الفرق المحترمة من فريق الحركي والتجمع الوطني الأحرار وفريق العدالة والتنمية على طرحهم لهذا السؤال المهم حول الإجراءات التي اتخذتها الحكومة من أجل تطبيق أمثل لمقتضيات المادة 145 المكررة، والتي جاءت بمسك سجل بالنسبة للخاضعين للضريبة الذين يؤدون ضرائبهم حسب نظام الجزافي أي الفورفي. وأود بهذا الخصوص وتنويرا للرأي العام وخاصة لفئة التجار والحرفيين الصغار ورفعا لكل لبس ولإعادة الطمأنينة لهذه الفئة التي قدمت وتقدم خدمات اقتصادية واجتماعية جليلة على مستوى تنشيط النسيج الاقتصادي الوطني وعلى مستوى تجارة القرب. أن أقدم التوضيحات التالية. أولا، ما هي أسباب نزول هذه المادة؟ ثانيا، ما هي آجال دخولها حيز التنفيذ؟ ثالثا، ما هي المنهجية التي ستعتمدها الحكومة في إعدادها وتطبيقها؟ أولا، أود التوضيح في البداية أن التجار والحرفيين الصغار غير معنيين نهائيا بأي تغيير في طريقة احتساب الضريبة، وأنه لن يكون بالنسبة إليهم أي تغيير أو زيادة أو مراقبة من الناحية الجبائية، وإنما جاءت هذه المقتضيات الجديدة لتسمح بضبط ومراقبة كبار الحرفيين والتجار والذين لا علاقة لهم في الأصل بالنظام الجزافي، ولكنهم أي الكبار للأسف وبغياب مثل هذا الإجراء أصبحوا يؤدون ضرائب في إطار النظام الجزافي وفي مستويات لا علاقة لها بالأرباح التي يحققونها، وأصبحوا بذلك يختبئون وراء التجار والحرفيين الصغار في حين أنه لا علاقة لهم بهذه الفئة والتي من أجلها أنشئ النظام الجزافي. ثانيا، أود أن أوضح بخصوص تطبيق هذه المادة أن الحكومة وبمقتضى قانون المالية لسنة 2014 أجلت عمدا تطبيق هذا الإجراء سنة كاملة بعد المصادقة على القانون، أي إلى
فاتح يناير 2015 لتوفير الوقت الكافي والضروري للنقاش والتشاور الهادئ والمسؤول والمثمر، كما تم التنصيص على أن نموذج السجل وكيفية تسجيل الشراءات والمبيعات ستتم في بإطار نص تنظيمي، والتي سيقترح أن تتم وفق جدول زمني ملائم سوف يتم التوافق عليه، ويأخذ بعين الاعتبار طبيعة الأنشطة والإكراهات الناجمة عن هذه الأنشطة، وبشكل مبسط ومجمع وسهل وفي متناول الجميع. ولهذا الغرض فلن يكون هناك أي تطبيق لهذا الإجراء هذه السنة. كما أود التأكيد على أن هذا الوقت، يعني هذه السنة، سيتم استثماره لإعداد وصياغة هذا النص التنظيمي وتدقيق كيفية تطبيق هذه المادة وفق مقاربة تشاركية وتشاورية مع جميع الجهات، الغرف المهنية وجمعيات المهنيين وممثليهم، بما يضمن المرونة اللازمة والتوسيط الواجب لتسهيل تفعيل هذه المقتضيات هذه المادة، وذلك ضمانا لانخراط الملزمين المعنيين في إنجاح هذه التدابير التي مرة أخرى المراد بها دعم الشفافية وتنظيم عصرنة الأنشطة المهنية وتمكين حصر الاستفادة من النظام الجزافي فقط للتجار الصغار والمهنيين الصغار المعنيين به. وفي الأخير أود التأكيد أن الحكومة لن تكون إلا داعمة لهذه الفئة من التجار والحرفيين الصغار، ولا يمكن أن تطبق مقتضيات من شأنها الإضرار بهم أو الزيادة في ضرائبهم، إيماناً منها بدورهم الحيوي في إنجاح برامجها المتعلقة بتجارة القرب وبدعم الأنشطة الحيوية لنسيجنا الاقتصادي وتوفير فرص الشغل. وفي الخلاصة اسمحوا لي أن أتوجه لهذه الفئة مرة أخرى الصغار من التجار ومن الحرفيين، وأقول لهم اطمئنوا، فليس بالنسبة لهذه الفئة أي ضرائب جديدة ولا ضعائر جديدة ولا مراقبة جديدة ولا أي زيادة في الضرائب، وأنهم سيحافظون على نظامهم المحفز والمبسط، وذلك عكس ما يروج له. فالمقصود بهذا الإجراء أولاً وأخيراً هم كبار المتملصين من الضرائب، وبالتالي المقصود هو ضمان العدالة الجبائية والتضامن الوطني. وشكراً. تعقيب لأحد السيدات أو السادة النواب من فريق العدالة والتنمية. أولاً كنشكر الحكومة على هذا الوضوح، هو كان في اللجنة مثل هذا الكلام، ولكن اليوم بعد ما تحركت آلة ديال التشويش كان ضروري الطمأنة أن تتم. ومع ذلك سيد الوزير، حنا كنطلبوا مزيد من الوضوح، مادام غتطبق حتى 2015، واللي معنيين بها هما هادو اللي كيتستروا وراء التجار الصغار وكيدعموهم باش يديروا مظاهرات. حنا كنقول لكم حذفوا المادة 145 اللي من مدونة الضرائب، واجيو بإجراء مباشر لهادوك الكبار والغلاظ اللي كيتخبعوا وراء التجار. حنا عارفين بأن الحكومة لا ما كتقصدش من الزريعة، ما كتقصدش حانوت صغير، ما كتقصدش الناس اللي كيبيعوا بالتقسيط، كتقصد هذوك الغلاظ وتمشي لهم نيشان. وحنا كنطالبوا كأغلبية غنجيو بتعديل على هذه المادة في القانون ديال 2015 إن شاء الله. وشكرا. تعقيب أحد السادة النواب فريق التجمع الوطني الأحرار، تفضل سيد نايم. شكرا سيد الوزير على التوضيحات اللي قدمتهم لنا واللي مكنت الرأي العام ومن خلاله كذلك التجار والحرفيين من رفع اللبس الذي كان يسود في النقاش العمومي. نستغل هذه الفرصة اللي كنحيي السيد الوزير على التوضيحات اللي أعطيتها، اللي كتمكن أنه تعطينا فكرة، ومن خلال هذا القبة للرأي العام والتجار والحرفيين على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة لأجل مصاحبة ومواكبة هذه الفئة المهمة من المواطنين، والذين يسدون كما قلتم سيد الوزير خدمة اجتماعية واقتصادية مهمة جدا. ولكن بالمقابل سيد الوزير نطالب منكم بتشديد حملات المراقبة على الوقوف على مصدر بعض السلع، لأنه يتعلق الأمر إما بالتهريب أو ببعض المعامل غير القانونية التي تنتج سلعا غير مراقبة وغير صحية، وفي بعض الأحيان تتجاوز يعني يتم التلاعب في مدة الصلاحية ديالها.
والأداء يكون يعني نقدا بدون أي معاملات بنكية. التجار والحرفيين مرغمين على التعامل مع هذا المصدر بدون أي حماية. نتمنى سيد الوزير أنكم قبل إخراج هذا المرسوم التطبيقي للوجود أنه يكون تواصل مع هذه الفئة، أنا جمع المعطيات الكافية حول الفوارق المجالية، حول رقم المعاملات، من أجل التطبيق التدريجي لهذا الإجراء على عدة سنوات، مع إمكانية كذلك ربما تأخيره لسنة إضافية وتخفيف من الإجراءات التطبيقية ديالو، لأنه نعرف سيد الوزير أنه هذا التجار الحرفيين مستوى التعليمي ديالهم والإمكانية التي يتوفر عليها لا تمكنهم من أخذ هذا السجل يعني وملئه بالطريقة المناسبة. في الأخير سيد الوزير يعني نحن مع الإجراء مع الإصلاح، وأكيد أن التجار الحرفيين عندما رفعتم اللبس كذلك كلهم مع هذا الإصلاح، ولكن يجب أن يكون تدريجيا وبإشراكهم وأن يتوخى الاستهداف والموضوعية والعدالة، وشكرا. تعقيب لأحد السادة النواب فريق حركات، تفضل سيدنا المحترم. شكرا سيد الرئيس المحترم، السيد الوزير المحترم، السادة الوزراء، السيدة السادة النواب المحترمين. أعتقد على أنه السؤال كما تناولناه في الأغلبية وكما تم تداوله بطبيعة الحال بالتشاور مع السادة وزراء المالية، هذا المادة 145 بطبيعة الحال مكرر جات في القانون المالي اللي كتأكد على واحد المجموعة ديال الإجراءات اللي كان ملزم بها تجار الصغار ومذكورة حتى في المادة. ولكن بطبيعة الحال السيد الوزير هاد التوضيحات اللي قدمتي أكدت بما لا يدع مجال للشك على أنه الحكومة لا تستهدف هاد التجار الصغار، وإنما تستهدف بطبيعة الحال أولا وقبل كل شيء هاد الناس اللي كيتهربوا من الضريبة، يعني كيديروا رقم ديال المعاملات اللي هو كبير ولكن كيتخباو وراء هاد الأداء ديال الضريبة بطريقة جزافية. بطبيعة الحال احنا في الفريق الحركي نؤكد على أننا مع المراقبة وتشديد المراقبة على هاد النوع من التهرب في أداء الضريبة بطبيعة الحال في الأفق ديال تحقيق العدالة الجبائية المتوخات. ولكن بطبيعة الحال السيد الوزير عندنا واحد المجموعة ديال الملتمسات اللي كنا دائما كنقولوها حتى في اللجنة وسبقنا أننا أكدنا عليها في حوارات معكم. هاد المديرية ديال الضرائب السيد الوزير المحترم راه تعاني من واحد النقص كبير في الموارد البشرية اللي كتباشر هاد العمليات ديال المراقبة، فهذا ملتمس كذلك كيوجه لكم الفريق الحركي من أجل دعم الموارد البشرية، بحيث أنه إذا كانت مناصب مالية هاد السنة الوزارة المالية احنا كنفضلوا على أنها تمشي في هاد الاتجاه ديال تشديد هاد الدعم ولا هاد الترسانة ديال المراقبين اللي كتوفروا عليها في المديرية ديال الضرائب، أولا من أجل تحقيق هاد العدالة الجبائية اللي تكلمتوا عليها، وهذا شيء ممكن شي يختلف عليه حتى شي واحد في هاد القاعة، ولكن كذلك من أجل معاقبة يعني وتشديد المراقبة على هاد الناس اللي كيتهربوا من أداء الضريبة اللي هي بطبيعة الحال تستحق عليهم. في الأخير السيد الوزير المحترم نبغيو نأكدوا على أنه هذا الجانب ديال التواصل كما تكلمتوا اليوم فهو مهم وكيخلي المواطن يستشعر الإجراءات الحقيقية اللي كتقوم بها الحكومة خدمة له وخدمة للصالح العام، وشكرا. هل هناك من تعقيبات إضافية؟ تفضل السيد النائب المحترم فريق الشراكة. تفضل سيد الرئيس. بعد الخطاب طمئيني لسيد الوزير، لا يسعني إلا أن أقول للسادة التجار الصغار والمتوسطين واللي بذكر أرتسيويد واللي بيولقماد أرتسيويد يذكر، ولهذا فنتأسف مرة أخرى لهد العبث الذي سقطت فيه الحكومة وأغلبيتها من خلال سن قانون صوتت عليه أتت به الحكومة وصوتت عليه أغلبيتها، وجئنا لنستغل منبر البرلمان لنعتذر للطبقة طبقة التجار الصغار والمتوسطين. الإخوة هذه المادة هذه مادة خطيرة وتمس في العمق المصالح ديال التجار الصغار والمتوسطين، وتبين كذلك بأن الحكومة حكومة عاجزة تبحث عن الحلول السهلة من أجل تنمية مداخلها، فإذا بغت الحكومة المداخيل عليها أن توسع الانباع الضريبي وأن تمس الجانب الغير مهيكل وأن تراقب وأن تعزز المراقبة تجاه المهربين وتجاه المضاربين وليس البحث عن الحلول السهلة بالمس بالقوى بالقدرة الشرائية والقدرة ديال التجار الصغار والمتوسطين. هل هناك من تعقيب إضافي؟ تفضل. شكرا السيد الرئيس. تعقيبا على جواب الحكومة على طمأنتها وننوه بهذه الطمأنة، فنذكر بأنه بعد النقاش في لجنة المالية لهذا الإجراء تم التصويت عليه بالإجماع
فنرفض في فرق الأغلبية أي استغلال سياسي لأي تخوفات. هذه أولا. ثانيا، الحكومة مشكورة وعدت بإيجاد برنامج متكامل للتغطية الصحية والحماية الاجتماعية للتجار المهنيين، هذا ما عجزت عنه الحكومة السابقة، وندعوها إلى التسريع بهذه التغطية. ثالثا، هذه التخوفات هي تخوفات بالفعل مشروعة، والحكومة أبانت عن رغبتها في معالجة التخوفات، ومن منطلقنا كفرق الأغلبية نؤكد على ضرورة معالجة هذا الوضع هذا دون أي استغلال سياسي. شكرا سيد الرئيس. هل هناك من تعقيب إضافي آخر؟ إذا لم يكن أعطي الكلمة للسيد الوزير في تعقيب نهائي. شكرا سيد الرئيس. أنا غير اللي نبغي نأكد مرة أخرى أن المشكل ماشي في القانون، المشكل في المغالطات، في المغالطات وفي التسويق لهذه المغالطات. في الأصل ما كاين لا حنش ولا حبل، ما كاينش، ما كاين لا هذا ولا ذاك. اللي كاين وهو قانون يعني محاربة التملص الضريبي، وأن يساهم كل مواطن الفصل 39 والفصل 40 من الدستور، أن يساهم كل واحد على قدر استطاعته وعلى قدر قوته وعلى قدر أرباحه. وبالتالي لا يمكن من حكومة مسؤولة أن تسمح أن ناس يربحوا أموال طائلة يتخبوا وسط التجار والحرفيين الصغار، وهذا ما ينبغي أن نتصدى له جميعا. والمراقبة التي تقوم بها الحكومة والإجراء التي جاءت به الحكومة جاءت به من أجل ذلك. أنا أؤكد مرة أخرى أن التجار مول الزرعة غير معني، هذا كذب. مول الزبدة غير معني، هذا كذب. ما يمكنش التجار والصغار والحرفيين غير معنيين بالمراقبة، غير معني. ليس هناك أي زيادة لا في الضريبة، قالوا لهم راه زادوا لكم في الضريبة، وعطوهم حتى الثمن ديال الضعيرة، قالوا لهم عندكم 3000 و4000 و5000 الضريبة ديال الضعيرة. ليست هناك أي ضريبة جديدة، ليست هناك أي ضعائر جديدة، ليست هناك أي مراقبة جديدة. والإجراء المراد به من الناحية القانونية الكبار المتملصين من أداء الضرائب، والنواب كلهم يلحون خلال مناقشة قانون المالية، يقول لك أعطيوا الإمكانيات المادية والبشرية لمصالح المراقبة، لأن هدفنا جميعاً وهو توفير الموارد العمومية اللازمة من أجل التضامن ومن أجل التنمية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.